تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. قامت شركة أسبيلسان التركية المتخصصة بإنتاج البطاريات طويلة الأمد بإضافة إنجاز جديد لسلسلة أعمالها بإنتاج أول بطارية محلية الصنع لأنظمة السكك الحديدية. وأجرت الشركة تجربة البطارية على الترام التابعة لشركة النقل العام بمدينة كايسري، وحققت نجاحاً كبيراً بعد تطوير تقنية الكادميوم وألياف النيكل، وهي الأكثر ملائمة لأنظمة السكك الحديدية. يقوم الألباني الأربعيني فاضل راما على رعاية مسنة صربية تدعى بلاجيكا ديجيتش البالغة من العمر 92 عاماً، والتي تقيم بمفردها في قرية مجاورة مهجورة دون الالتفات لسنوات النزاع العرقي بين الألبان والصرب في كوسوفو. وباتت رفقة راما لديجيتش مصدراً لإلهام صناع الأفلام والروايات، إذ صم المواطن الألباني أذنيه وأغمض عينيه عن الخلافات ليمنح مسنة صربية الحياة بالعون والرعاية والخدمة. أطلق الفلسطيني يوسف نصار حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحث الصيادين بشكل خاص على إطلاق طيور الحجل في الطبيعة لمنع انقراضها، الأمر الذي يهدد التنوع البيئي في فلسطين بسبب الصيد الجائر. ويشتري نصار بيض الحجل من السوق ويضعه في حاضنات خاصة، وبعد تفقيسها يعمل على رعايتها لنحو 10 أشهر، ثم يعيدها إلى الطبيعة طيوراً قوية. ويرى نصار الذي يعشق الحياة البرية أن إطلاق الطيور في الطبيعة ثقافة يجب أن تعمم حتى لا تنقرض مثل هذه الأنواع النادرة والجميلة. وصل طفلان ديرمان وييجيت التوأم السيامي لوطنهما تركيا بعد قضائهما رحلة علاج ناجحة في بريطانيا استمرت 6 أشهر. وهبطت طائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية تقل الطفلين ديرمان وييجيت مع والديهما في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة قادمة من لندن. وأعرب والدا طفلين فاطمة وعمر أفرنسال عن سعادتهما بالعودة إلى الوطن مع طفليهما. تمكن العلماء من حل ألغاز لغة ملكات النحل عن طريق مجسات شديدة الحساسية تستخدم لرصد الذبذبات. وتقوم عاملات النحل بتربية الملكات عن طريق وضع البويضات في خلايا خاصة وتغليفها بالشمع وتغذيتها على هلام الملكات. وتخرج الملكة حين تنضج، لكن إذا خرجت ملكتان في نفس الوقت تدور بينهما معركة قاتلة. وحين تخرج إحدى الملكات من الشرنقة تصدر رسائل صوتية عبارة عن تعليمات للعاملات بإبقاء الملكات الأخريات داخل خلاياها. أنجز النحات التركي نجاتي كوركماز رقعة شطرنج متناهية الصغر يبلغ طول ضلعها 9 ملمترات مع حجارتها. واستغرق إنجاز هذه التحفة الفنية نحو 6 أشهر بمعدل عمل 6 ساعات يومياً، حيث قام بالنحت على السيراميك باستخدام إبر دقيقة. وذكر كوركماز أن حجم حجارة الشطرنج يتراوح بين 1.5 ملم و 3 ملمترات، وأن تفاصيلها لا ترى سوى باستخدام المجهر.
يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. عاش التركي محمد يوسف شليك كعامل لحام في إحدى ورش الحدادة بمدينة هاطاي. لم يرغمه تقدم سنوات العمر على الاستسلام بعد ترك الدراسة في المرحلة الابتدائية ليعود إليها بقوة ويكمل تعليمه ويحصل على درجة الدكتوراه وهو في 60 من عمره. قصة كفاح التركي شليك بدأت بتركه التعليم بعد أن أتم المرحلة الابتدائية والالتحاق بالعمل في مجال اللحام بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وظروف الحياة الصعبة. ورغم تقدمه في العمر وتطوره في مجال عمله إلا أن تشيليك أصر على تحقيق حلمه بإكمال تعليمه، وبدأ هذه المغامرة بالحصول على شهادة الثانوية من ولاية هاطاي جنوبي تركيا في سن 42، ثم خضع لامتحان القبول بالجامعة ونجح بدخول قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم بجامعة مصطفى كمال. وبعد أن أنهى مرحلة الليسانس قام بدراسة الماجستير والانتهاء منها في الجامعة نفسها. ولم يكتفي تشيليك بهذا بل أكمل دراسته للحصول على الدكتوراه والتي أنهاها العام الحالي وهو في 60 من عمره، ليصبح عضواً في هيئة التدريس في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم في جامعة مصطفى كمال، ليشكل بإصراره وعزمه وشغفه بالتعلم والدراسة نموذجاً رائعاً يحتذى به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أمراض القلب والأوعية الدموية، وما زلنا في عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بها. تكلمنا سابقا عن ارتفاع التوتر الشرياني، وسنتكلم اليوم عن عاملين مهمين جدا، يعني أو عدة عوامل، أهمها السكري والتدخين. طبعا الداء السكري هو المرض الوحيد الذي يطلق عليه في العربية الداء، لأنه ليس مرضا عاديا. نقول مرض القلب، نقول مرض الكليتين، لكن السكري نقول عنه الداء السكري. لماذا كلمة الداء؟ طبعا هي فيها حكمة كبيرة، لأنه الداء هو الذي يصيب، قد يصيب أي عضو في الجسم. طبعا السكري لا يحترم أي عضوا، يعني قد يصيب الكليتين، يصيب العينين، يصيب القلب، يصيب الأوعية الدموية، يصيب كل شيء. طبعا لأنه هو مرض جهازي عام، ضرره لا يقتصر على جهاز واحد. لذلك مريض السكري له معاملة خاصة، له تعقيب خاص، له وقاية خاصة لابد منها. نحن بما أنه عم نتكلم عن أمراض القلب والأوعية الدموية، نتكلم عن الموضوع اللي بيخص أمراض القلب والأوعية الدموية. طبعا مثل ما قلنا، السكري عامل خطر كبير للإصابة في شرايين القلب والشرايين المحيطية، ويزيد من خطورة العوامل الأخرى. يعني وجود سكري مع ضغط يزيد خطورة الضغط، وجود سكري مع عامل شدة نفسية تزيد خطورة الشدة النفسية. مريض السكري بشكل عام من ناحية الوقاية يجب أن يراجع طبيب القلب حتى لو لم يشكي من أي شيء يعزل القلب. هذا إجراء سنوي، يجب أن يفحص القلب ويفحص العينين ويفحص الكليتين، هذا روتيني. مريض السكري يجب أن يكون سكره مضبوطا، بقدر ما يكون السكر مضبوط. طبعا كلمة مضبوط يحددها الطبيب، ليس في القياس البيتي العاجل الذي متداول بين الناس. هذا أصبحت هناك في تحاليل أكثر نوعية كالسكر التراكمي والخضاب الجلوكوزي، وهي تحدد أكثر دقة إن كان السكر مضبوطا أم لا. بقدر ما يكون سكر المريض مضبوط، بقدر ما نؤخر اختلاطات السكري، اختلاطات القلب والأوعية الدموية الناتجة عن السكري. فكل مريض سكري، هل كل مريض سكري سيصاب بالقلب والأوعية الدموية؟ أكيد للأسف سيصاب في مرحلة معينة من حياته، لكن هل قد تأتي هذه الإصابات مبكرا وقد تتأخر جدا؟ هذا الأمر يعتمد على عاملين مهمين جدا. أول عامل، هل المريض السكري هو تحت الكنترول؟ هل هو ضابط سكره حقيقة؟ هذا سيؤخر كثيرا الاختلاطات. الأمر الآخر، هل يوجد عوامل خطورة أخرى لإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟ لأنه كما تكلمنا السكري لوحده عامل خطر، أما وجود عوامل أخرى سيسرع من الإصابات لأمراض القلب والأوية الدموية لما بيكون عندنا أكثر من عامل. طبعا مريض سكري يجب أن يعالجه طبيب سكري، طبيب غدد وسكري. طبيب القلبية يجب أن يوجه طبيب القلبية أي مريض سكري يأتي عن طبيب القلبية بأعراض قلبية، طبيب القلبية يعالج الأمراض القلبية أو الاختلاطات القلبية الناتجة عن مرض السكري، ويجب أن يوجه مريضه إلى اختصاصي في أمراض القلب، أمراض الغدد والداء السكري. الداء السكري تحتاج إلى أكثر من حلقة، يحتاج إلى كثير من الكلام عنه للأسف، لأنه أصبح منتشر جدا في عالمنا. هناك عوامل خطورة كبيرة نمارسها في حياتنا اليومية ولم ننتبه عليها. السكري يتعلق كثيرا في 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 الوراثة. أي مريض عنده إصابات من الدرجة الأولى في السكري يجب أن يكون مراقب سكره كل فترة، بدون حتى لو لم توجد أعراض عنده. ومن ناحية التدخين، طبعا التدخين يعني تكلم عنه كثيرا وشرح عنه الأطباء كثيرا. ضرره مثبت 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 على الأوعية الدموية، وترك التدخين أيضا فائدته مثبتة. والتدخين ضرره ليس فقط على الأوعية، ضرره أيضا على أمور أخرى كثيرا في الجسم. لذلك إصابات أخرى موجودة في الجسم قد تزيد إصابات التدخين، إصابات القلب الناتجة عن التدخين. فلما بيجتمع ضغط ضغط ارتفاع توتر شرياني، لما بيجتمع معهم ارتفاع سكري ويجي المريض بيدخن فوق هذا الموضوع، طبعا للأسف للأسف الشديد ستكون نسبة الإصابة بأمراض القلب عالية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.